السلام عليكم اخوان. بالنسبه للناس اللي كيسولونا بخصوص التسجيل في بكالوريا احرار لهاد السنه، هذه سنه 2024 2025، راه التسجيل اخوان مازال ما بداش. انا كنسجل هذا الفيديو هذا في 26 نوفمبر، حاليا مازال ما بداش التسجيل بشكل رسمي صافي، على عكس السنوات السابقه كان كيبدا في بدايه شهر نوفمبر وكيسالي في شهر دو جانفي. هاد السنه تعطل شويه، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بانه غادي يتلغى. كتشوفوا بعض الاشاعات وبعض المعلومات الخاطئه على مواقع التواصل الاجتماعي، هادشي اخوان راه ما منوش، راه الباك ليبر من المستحيل انه يتلغى. دونك لا كنتي ناوي ان شاء الله باش تفعليه، بدا البريباراسيون ديالك، بدا الخدمه ديالك، راه كنتسناو فقط بعض الوقت باش نشوفوا الاعلان الرسمي من الوزاره وغنبارطاجيو معكم. بطبيعه الحال غيكونوا الشروط ديال هاد السنه، لا كانوا شي مستجدات راه غادي نبارطاجيوهم معكم. غير حاولوا الله يرضي عليكم تابعوني على الانستغرام مول الفلسفه واحد، راه غتلقاو جميع المعلومات بخصوص باكليبر، اي مستجد راه كنحطو لكم في ستوري صافي. وكما قلت لكم حاولوا تجاوزوا دوك المغالطات اللي كيكونوا في فيسبوك، راه داكشي مجرد اشاعات. اغلب الناس اللي كيحطوا دوك المعلومات راه ما عندهمش درايه بالمجال، يعني ما عندهم شي تواصل مع الوزاره ولا شي حاجه، فقط تلاميذ كيبداو يبارطاجيو معكم معلومات خاطئه. اي حاجه رسميه راه كتجي من الوزاره، بطبيعه الحال غيكون اعلان في جميع الامور اللي كتخص باك ليبر. ممكن يكونوا شي مستجدات كيف ما كنشوفوا، ممكن يكون تسجيل باغ انترنت فقط هاد السنه هادي، ما يبقاش الملف، ممكن هاد القضيه، ولكن شي حاجه رسميه ومؤكده راه ما كايناش. كما قلت لك الحاجه المؤكده والرسميه راه كتجي من الوزاره، ليسر الامور.